بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه ليومنا غر من أيام وطننا العزيز الحافل بالعزة والكرامة أن نكون بينكم في رحب هذا الصرح العسكري الشامخ، سعداء بتخرج دفعة مرشحين الضباط الثانية في كلية الشيخ عيسى العسكرية، متطلعين بأمل كبير إلى مستقبل أرحب نحقق فيما نصب إليه من أسباب التطور في ركب الحضارة والتقدم الإنساني. فلكم جميعا أتوجه بالتحية مباركا لكل جهد ساهم في تشييد هذا الصرح بعطائه المتواصل لرفعة قواتنا المسلحة الباسلة. وأنه لمن اطالع أن تتزامن هذه المناسبة وحلول الذكرى 31 لعيدنا الوطني المجيد لتجدد الطاقات من أجل ترسيخ بناء الوطن وتقوية أركانه والارتقاء بمسيرته الديمقراطية والتنموية في ظل المشروع الوطني الإصلاحي الذي يقود بعناية وحكمته سيدي حضرة صاحب العظمة الوالد العزيز الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مليكنا المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، مما كان له أكبر الأثر في المستوى المشرف الذي وصلت إليه قوة الدفاع توجيهات عظمته السديدة وإشرافه المستمر على مسيرتها المباركة، وللجهود الحثيثة لحكومته الرشيدة برئاسة سيدي صاحب السمو الوالد العم العزيز الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله. أيها الأخوة الخريجون، إن تخرجكم هذا يعد صورة حية مشرقة لمستقبل واعد لبلدنا العزيز. فإذا كان الدفاع عن الوطن أمانة مقدسة ومسؤولية عظيمة، فإن المحافظة على هذا المسؤولية تتطلب منكم جهدا مضاعفا ومزيدا من التفاني والإخلاص للنهوض بمسؤوليات القيادة بعد أن اجتزتم هذا المرحلة المهمة من حياتكم العسكرية، لتنضموا إلى إخوانكم في صفوف قوة الدفاع متخذين مما تعلمتم معينا لمواصلة مسيرة البذل والعطاء من أجل بناء نهضة مملكة البحرين الحديثة، سائلين المولى عز وجل أن يأخذ بأيديكم إلى ما فيه خير الوطن ورفعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأول على الدفعة والحاصل على سيف الشرف بتقدير ممتاز مرشح ضابط أحمد هلال مهني الشايجي. الثاني على الدفعة بتقدير